الناس يا اخوان لم نخرج لكي نقتحم او نعتدي، ولكن اللي يعتدي علينا بيكسر راسه. الان كلمة ناصر عايد المباري فليتفضل. اسجنونا بدال نسلم البراك فعلا لا قمرك. بس ما يبقى عندي خطاب يا صاحب السمن، لا خير فينا ان لم نقلها ولا خير فيكم ان لم تسمعوها. اليوم يا صاحب السمن الكويت تمر باسوا مراحلها، ولا عندنا اليوم مجال لرفاهيه المجامله. يا صاحب السمن لن نسمح لك باسم الامه، لن نسمح لك باسم الامه والشعب ان تمارس الحكم الفردي. يا صاحب السمن ان بعض مستشارينك لهم مصالح تجاريه، وبعضهم في قلوبهم حقد دفين على الشعب والديمقراطيه، فلا تجعل سلطاتك وانت امير ممرا لمصالحهم واحقادهم. يا صاحب السمو اختارك مجلس الامه وعينك اميرا، ولم يعينك ابوك وليا للعهد، ولم يعينك اخوك وليا للعهد، اختارك الشعب راضيا اميرا للبلاد. فالجزاء الاحسان للاحسان. يا صاحب السمو التاريخ يسجل، فماذا تريد ان يكتب التاريخ في صفحتك؟ هل تريد ان يكتب في آلتك الشيخ صباح الاحمد تم حبس اصحاب الري؟ هل تريد ان يكتب تضرب الناس بالمطارات؟ هل تريد انهم في عهد الشيخ صباح الاحمد نهبت الكويت واموالها؟ هل تريد ان يكتب في تاريخ عهد صباح الاحمد تم انتهاك حقوق الشعب وتغويض الدستور؟ يا صاحب السمو انت عقب ما استلمت الاماره رفعت مخصصاتك من 8 مليون الى 50 مليون، ما قلنا شيء تقديرا لك. احفظ يا سمو الامير هذا التقدير، ليس لنا انما للامه. يا صاحب السمو تعرف شنو مشكلتك؟ طال عمرك انت للحين تعتقد انك رئيس الوزراء وهذه مشكلتك، واللي عقد رسل البالي هلا.